السلام عليكم كديرين، لاباس عليكم. واش راكم مبروكه باش تمنيتو؟ ان شاء الله اليوم جبت لكم واحد البريوات بالعقده ديال اللوز والسكينجبير. كيجيو على هاد الطريقه، كيجيو زوينين بلديين على حقهم وطريقهم مقومين. تبعوا معايا الطريقه وكنتمنى انكم تجربوهم وديروهم في ديوركم وفي هاد الايام ديال العيد. راهم ساهلين في التصواب ديالهم ويخلعوكم. شانوريكم كيفاش كيتطواو. غادي تتبعوا معايا ايطاب باغ ايطاب حتى تساليوهم. راهم ساهلين ماهلين ما يخلعوكمش. عندي هنايا نص كيلو ديال اللوز مفسخ ومغسول وبيت ليله كامله حتى كينشف. كنزيد عليه واحد جوج معالق كبار ديال سنيده وكنديه كنطحنو. صافي ملي كنطحنوه في 1 2 3 كيولي معلق على هذا الشكل. ها نتوما كتشوفوا معايا، انا غنوريكم واحد شويه. ها نتوما شوفوا هنا راه طحنا جوج مرات، طحنا الطحنه الاولى وعاود ثاني طحنته طحنه ثانيه. هنايا عندي تقريبا واحد 40 غرام ديال سكينجبير كونفي، وعندي هنايا جوج معالق ديال الزبده مذوباها ومحيده منها الحليب باش ما تخسرش ليا العقده ديال اللوز. صافي هنا كناخذ اللوز اللي طحنت، كنزيد عليه سكينجبير وكنزيد عليه دوك جوج معالق اللي ذوبت ديال الزبده وكنبدا نعرك فيهم. كنعركهم مزيان حتى كيخرج الزيت ديالو، داك اللوز كيخرج الزيت ديالو. هانتوما كندلك وكنعاون ندلك. صافي من عركس هذيك العقده ديال اللوز كنخليها ترتاح وكنمشي ناخذ الورقه. كناخذ هنايا الورقه الصغيره كنقسمها هكايا، كنحيد هاد الجناب وكنقسمها شرائط على حساب التقطع ديال هذوك البريوات. انا كنبغيهم صغار ما كنديرهمش كبار. كنحيد هاد الجوانب وكناخذ الشريط هكا كنقطع هكايا شريط غير بشويه، كنديرهم صغار وابخي كندور العجينه كنتنيها على جوج وكناخذ العبار على داك الشريط وصافي كنمشي هكايا سقده وحده حتى كنكمل. صافي من بعد ما قطعت هذوك الشرائط ديال الورقه، قبيله قلت لكم العجينه هي على الورقه، صافي كنستفها هكايا كندير وحده على وحده. بيان سور كنديرو الحرشه كتكون الفوق والرطبه كتكون لتحت باش ما تجينيش باش ما تغلبنيش. كندير شريط حدا شريط هكا. حتى كنكمل التساف ديال هذوك الشرائط وكنبدا نكبر في ديك العقده ديال اللوز وكنبدا نحط هكايا وحده حدا وحده حتى كنكمل ونبدا نطوي. كنقاد هكايا في الكويرات، كنزيد اللي كانت شي وحده صغيره كنزيد فيها، واللي بغى يعبر الكويرات كيعبرهم، كيدير الميزان حدا وكيبدا يعبر هكايا. هانتوما كنبدا نطوي، كندي على اليمين وعلى اليسار هكا بشويه بشويه. صافي كنحيد هذاك الناشف، ديك الناشفه ديال الورقه، كندير الخليط ديال العجين والماء باش كنلصق. صافي وكنحط ساهل ماهل. هانتوما كندي على اليمين وعلى اليسار، على اليمين وعلى اليسار. شوفي فاش كنديرو الشرائط هكايا وحده حدا وحده دغيا كنساليوهم وما كيغلبوناش.
صافي ملي كنكمل هنايا هذوك الشرائح كنحطهم في واحد البلاطو حتى كينشفوا واحد شويه، ما كنقليهمش سور بلاص. كناخذ واحد المقله كندير فيها الزيت، ولكن ما كنخليش الزيت حتى كتسخن بزاف، كنخليها يلاه كتبدا طلعها سخونيه، وكنبدا نحط في دوك البريوات ديالي. هانتوما شفتوا ما سخونه ما بارده. صافي بشويه بشويه كنحطوا الكميه اللي غادي تقلي لينا في المقله حتى نساليو من القليان ديالهم حتى كيذهبوا، وكنطفيوهم في العسل. صافي ها هما بداو كيذهبوا، كنهز بشويه بشويه وكنبدا نطفيهم في العسل. عندنا البريوات هنايا سخان كنطفيوهم في العسل يكون بارد، ما نسخنوش نخليوه بارد، وكنخليوها واحد المده حتى كتشرب العسل ديالها. صافي كنبقاو على هذه الطريقه ونخليوهم واحد شويه يتشربوا تقريبا واحد نص نهار، كنخليوهم في العسل حتى كيتشربوا مزيان عاد باش كنحيدوهم وكنستفوهم. كنتمنى هاد البريوات يعجبوكم وينال الاستحسان ديالكم، وشكرا على التتبع ديالكم على قناه شيوات آلاء.